أجواء جد جميلة جدا، تعرفنا على بعضياتنا أسي في اللجنة عن قرب. مهرجان، هذا مهرجان مدرسة تساهم في تطوير الدراما المغربية، يعني الأعمال اللي ما كنشوفوهمش، يعني الزخم الكبير ديال رمضان والأعمال الكثافة ديال رمضان، فكنشوفوهم في هذا المهرجان، وأيضا كنشوفوا التطور اللي حصل في الأعمال ديالنا الدرامية في المغرب. بالنسبة للجنة التحكيم، كانت واحد اللجنة جميلة جدا، كان نقاش هادئ، وكان ماذا بنا أنه جميع الأفلام والمسلسلات أنه تأخذ الجوائز، لكن قانون المسابقة داير هكا، كان اختاروا نقدر نصيبوا نقدر ما نصيبوش، ولكن نحن زعما أناسيوم الاختيارات ديالنا. الاختيارات كانت سهلة ولا صعيبة؟ أكيد ما كاينش حتى شي حاجة سهلة، كان نقاش، وهذا النقاش هذا هو اللي أضفى، ولكن كان توافق كبير في في في, في الرؤى بين جميع أعضاء لجنة التحكيم. السلام عليكم. أنا أول حضور لي في مهرجان مكناس الدراما التلفزية دورة 13، وحنا في عملية الاختتام، مشارك بجوج أعمال إن شاء الله دار نساء والعام زين، إن شاء الله يكون العام زين والفيستيفال يدوز زوين، وشكرا للناس مكناس بزاف. واعر بزاف، واعر بزاف، وكيقدر الدراما المغربيه، وده اول والفيستيفال الوحيد اللي كيهضر على التلفزه المغربيه ماشي السينما، وشكرا للناس المنظمين.